نشوى، انتي كمريضة بايبولر اتجوزتي مرة واتجوزتي تاني، حياتك بعد وفاة جوزك، انا انتي قلتي لي ان البايبولر بيطلع بسبب صدمة او بتخشي في نوبة بعد صدمة، فانا اتوقع ان بعد وفاة جوزك انتي حصل لك صدمة او دخلتي أقول في يا نوبة. دكتور نبيل؟ اقول أقول؟ براحتك. أقول المكالمة؟ لا ما مش لازم على فكرة، يعني قولي بشكل عام براحتك، كلمي أنا اللي انت لما عايزاه، قولي اللي انت عايزاه. زوجي توفى كانت صدمة كبيرة جدا، لأنه كان معايا، اه وبعد كده مرة واحدة بكلمه في التليفون توفاه الله. فكلمته دكتور نبيل، قلت له يا دكتور جوزي مات، هو يعني هو حتى ممكن ما يكونش يعرف الرقم. فراح قال لي، قلت له أعمل إيه؟ قال لي أنت في مصيبة عيشيها. انا اخدت الجمله دي، انا بعديها اتحجزت يمكن 3 4 مرات، واخدت جلسات تنظيم ايقاع المخ. بس لما جيت طلعت كنت جبت قاع بقى، خلاص انا تعبت من المستشفيات، تعبت بحياتي اللي بتروح. طب ما انا هفضل كده؟ طب وبعدين ما انا هتقبله، لاني مش هينفع احارب المرض، خلاص هو حاجه فيا فمش هينفع احاربه. تعبت. افتكرت نبيل لما قال لي عيشي اللحظه اللي انت فيها، اه وفعلا عشتها. ازاي؟ اخر مره كنت في المستشفى وجيت طلعت، كنت ما كنتش في المستشفى يعني محجوزه، كنت باخد جلسات تنظيم ايقاع المخ، وكان ابني معايا بره، وطلعت زي البيبي واخدني على البيت. يعني ايه زي، يعني ايه طلعت زي البيبي؟ دكتور نبيل عارف ان احنا لما بناخد جلسات تنظيم ايقاع المخ انتي بتدخلي بتطلعي مش فاكره اغلب الحاجات، يعني ولا ناسيه. بس يعني فاكره بس ابني بتستعيد الذاكره بلا بعد شويه، ذاكره بس في فاكره الاول؟ ابني في نسيان. بتستعيدي؟ لا، انت عارفه الشخص ده، انت قريبه منه، انت ولا عارفه يعني ايه كلمه حب، ولا عارفه يعني ايه كلمه كره، انت بتطلعي بيضه تماما. صفحه بيضه. انا يمكن انا بحبها جدا لانها فعلا صلحت حاجات كتير في حياتي. فطلعت بعديها، فراح قال لي ماما على فكره انت لما تكوني واخده الجلسات تبقي زي الطفل، انا عايزك كده على طول. يعني هو انتبه للفكره دي انك. هو لما قال لي الجمله دي حسيت اللي هو طب وبعدين، يعني ما انا هفضل جوه الدايره، كل ما حد يأذيني ارجع اعيط، ارجع اتنازل، ارجع اخد جلسات، او ارجع ابتدي ابقى عايزه اموت نفسي، او ارجع هي سايكل كده عماله الف فيها. طب وفين انا؟ فقررت انه لا. لا طب خلاص. عملتي ايه بقى؟ يعني ايه الموقف اللي انت قعدت في عملتيه؟ اوضتي وابتديت اطلع كل اللي جوايا في ورقه، سواء غضب، سواء حاجات حلوه حصلت لي، سواء الاكتئاب كنت عايزه اعمل ايه. يعني الكتابه دي كانت وسيلتك للتعافي. كتبتها كلها، وكنت بطلع كل حاجه جوايا فيها. كنت ساعتها باخد العلاج، وانتظمت وقررت ان انا اخد العلاج، لان الفترات اللي كنت بخش فيها المستشفى دي انا ما كنتش باخد العلاج، كنت شايفه ان العلاج بينامني كتير، كنت شايفه ان العلاج بيخليني مهدوده، كنت شايفه، بس ما كنتش شايفه الحياه الكويسه. يعني اوكي ما هو العلاج بيعمل كده، بس بعد فترات لما الحالة بتستقر العلاج ده بيقل. طب في شخص احنا محتاجين ان احنا نتكلم عنه، وهو ابنها. ليه؟ لنفترض الحمد لله ربنا يعافيه ان هو ما عندوش باي بولر او مش لله. هيجيله باي بولر، ولكن هو شاف 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 صعوبات في الحياة وشاف امه. هل ده احنا محتاجين نحط عليه سبوت لايت طبعا ونبتدي نتعامل معاه بشكل مختلف؟ اعتقد طبعا ان انت محتاجة. عرضته عرضتي؟ عملتي ايه؟ عرضته على دكتور عندنا في اسكندريه، وكان كويس جدا، وقال الولد يمكن خد الحكايه دي ان هو كبر. درس في المرض اكتر، كبر اكتر من سنه، بقى بيطلع يعمل معايا تحضيرات للقناه عندي، وقال لي حاجات في الكتاب اكتبها، عمل العكس تماما. يعني هم خدوش كصدمه زيي. في بعض الاطفال اللي عندهم جيناتهم قويه واللي بيتلقوا حب جيد في الحياه، الاطفال دول لما بيتعرضوا لمشاكل وخصوصا مع الرعاه الاساسيين بتوعهم من بدري بيتحملوا مسؤوليه وبيكبروا اسرع وبيكونوا انضج. يعني لكن طبعا مش كل الاطفال كده، عشان بس بيكتمل بدري. بيكتمل بدري وبينضج بدري، بس ده مش كل الاطفال.